الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والقلم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج السفر وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سيد المرسلين خادم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السائلين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الساكنين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والرب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتكون بنور جمالي وصلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.